was probably the day when we did this, the land of mass of the duck. We did this a translation of Mizaha, center of gravity, mass, body, and the Birha Ma'aki, the mathematical. Natural event, delta L,
يكون الفرق بين X1 وX2 طرف حرك X1 طرف تاني حرك X2 يعني دلتا L هي X1 minus X2 دلتا L دي يمثل الانجيشن حصل فيه أو نسميها الانفورميشن أو نسميها الديفليكشن كده الليس الديفليكشن الديفورميشن أو الانفورميشن بالنسبة لي الاسبرين عارف إذا كان X1 في وإكس كون أيضا وحدنا في الديانة هنقول الإكس وان فاينس إكس كون دي هي الإلوغيشن فور أيديان سبرينج الفورس ذات النتيجة في الإلوغيشن أو الكمبريشن في الصفين is proportional to this amount of change in natural length. F E elastic force that can be in spring in the tenacer mark the elongation x1 minus x2 that is the tenacer K F elastic force K x1 minus نحط F اتجاهها نعمل الطرف اتجاهها بس المهم ان انا احط اتجاه والاكتب الايكويشنز اكتبها بطريقه صحيحه يعني F B plus force B بتساوي K X1 minus X1 F E حطها في الاتجاه كده X1 تتحرك كده X2 تتحرك كده لو x1 تساوي x2 الفورس بتبقى بكام؟ 0 حصل في elongation لكن لو زادت x1 عن x2 بيحصل ايه؟ compression بيحصل compression في اتجاه الفورس فين؟ كده انا من صالحي ان انا احط الاتجاه اقراها في شكل صحيح عشان لما اكتب الايكويشن اكتبها بسهوله x1 كده x2 كده درجه compression هذا الكومبريشن لو اكس 1 اعلى من اكس 2 والاف هتكون في الاتجاه فاحط هنا اشاره فاضل يعني الاف دي في نفس اتجاه الفرق بين اكس 1 واكس 2 اكس 1 اعلى يبقى اف في الاتجاه ده اللي هو البوزيتيف اكس 1 اقل دي اقل من دي يعني ايه السبرينج اتشد السبرينج اتشد فبالتالي هو بيمثل في القوه دار لو طورت كده طورت هيبقى عكس
Die Femme war ja der Ort, die der Flüchtiger hat, die Tote gut in Aktions. Aber warum die gestattet hat, und wenn ich ein wenig fährt, ist gut eingesucht. Und so geht die zwischen der Relative, zwischen der Motion und der Motion. Das ist ein Ding, das Stationary Motion, Harris, Stationary. Das ist mit, das ist der Bindes Dauran und der Bindes Haraka. Ideal properties for a spring has no mass. Gracias.
سيريس كومبانيشن دي فين الطرف الحر اللي فيها؟ يعني في الاخير هو ده بعتبره شنو؟ ديفليكشن اكس، ديفليكشن كومبانيشن مع بعضها. لكن في فاريبل هنا في النص لازم تاخد الاعتبار. ليه؟ لان لما بيحصل في الونجيشن ممكن تختلف عن الالونجيشن ده لازم اعرف ده حصل فيه ديفليكشن قد ايه وده حصل فيه ديفليكشن قد ايه. ديفليكشن في الاولاني بيساوي ايه؟ اكس 1 ديفليكشن في الثاني هنقول ده زائد الاتجاه هنقول ده زائد الاتجاه اكس 1 اكس 1 هنا على وقت الاسلام دي
Yeah.
يبقى حزينه فيه يرجعه لي تاني.